أكيد فلسطين مشاهدينا مليئة نتيجة التجارب والمعاناة والظروف اللي عاشوا فيها، مليئة بالشعراء الشعبيين اللي بيحكوا الشعر بالطريقة واللهجة الشعبية اللي بتوصل فعلا بطريقة قريبة إلى القلب وإلى المشاعر. معي الآن على الهواء وفي اتصال هاتفي من فلسطين الحبيبة الشاعر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بلال فطيمة. أهلا وسهلا فيك أستاذنا. اهلا وسهلا بك وسهلتنا، حياكم الله ويسعد مساكم جميعا ومسا كل اخواننا في جمهوريه مصر العربيه، اخواننا في المملكه الاردنيه الهاشميه وفي دولتنا فلسطين وفي كل اصقاع بلاد العرب، حياكم الله جميعا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك، استاذ بلال شاعرنا الفلسطيني الشعبي القريب الى القلب، كيف يمكن للشعراء الشعبيين العرب من فلسطين، من العراق، من الاردن، من مصر، من اي مكان كان في الدول العربيه أن يشكلوا حالة فكر لدى الشارع العربي بحيث أنهم يخلقوا ثقافة عند هذا الشارع أو أنه يأثروا في قضايا معينة؟ تفضل. نعم، كلامك سليم. الشاعر هو صاحب رسالة ويجب عليه بكل جوافة أن يؤدي الرسالة وأن يوصلها إلى من يتلقاها بحسن الظن وحسن الاستماع. فلسطين هي بؤرة الأحداث الموجودة في الشرق الأوسط على مدى عقود من الزمن. نحن كفنانين وكشعراء شعبيين نخلق من المعاناة قصيدة ترجمها في قصيدة أو في بيت معنى أو في بيت عتاب أو لنصلها مشان نوصلها لذان المتلقي ولقلب المستمع. نعم. على أساس إنه هذا إحنا إرثنا وتراثنا، جزء لا يتجزأ من هويتنا العربية. صحيح. شعرنا الشعبي هو المظلة التي نستظل بها ما حيينا من صغرنا، وإحنا نغني لفلسطين ونغني لبلاد الأرض أوطاني ونغني لمصر وللأردن وللكل. إحنا كلنا روح واحدة تسكن عدة أجساد عربية، لكن في التالي نجمع على أنه أصلنا سيبقى الأصل، هو تراثنا سيبقى الأصل مهما ضافوا عليه من مستجدات جديدة. الحذاء الفلسطيني هو ذات الحذاء اللي موجود في بلاد الشام، ذات الحذاء اللي موجود في الأردن، ذات اللي موجود في صعيد مصر، اللي موجود في أرياف مصر، اللي موجود في أرياف العراق، في سوريا، في لبنان. نعم. كلنا تجمعنا هوية تراثية وحدة اسمها العرب. أستاذ بلال، هذا الحديث اللي تتحدث به، دائما نقول في العراق المعاناة تولد الإبداع في كل المجالات وخاصة فلسطين الصامدة برجالها بنسائها بأطفالها. أدوات الشاعر الفلسطيني تتكون من عمق هذه الحضارة التي تعاني على مدار أعوام. نعم. حقيقة. نعم. من خلال تواجدك وانضمامك في برنامج بيت للكل، لا يسعني إلا أن أطلب من حضرتك أن نسمع شيء من هذا الشعر الذي يحمل الكثير في أعماقه. نعم نعم، كل الاحترام والتحية لكم ولدولة العراق الشقيق، العراق ومصر والأردن وسوريا، كل بلاد العرب أوطاني تسري في دمائنا كشعراء فلسطينيين. حبابي لما عشاشي دعوني قلت يا ريعش جنحان اسمكوني، حبابي لما عشاشي دعوني قلت يا رياش جنحين سبقوني، تقول بكل لين وكل شدة مسا الخيرات يا عروبة عيوني، يا أرض العرب بي وأرض جدي رسمتك عالصدر لوحة مصوني، أو عملت لك من الزنبك مخدي وغطاك رموش عيني وجفوني، من فلسطين من أرض المودي من القدس ومن بلاد الزتوني، عجنح الشوق وهدى بالمودي جينا عبر الشاش الجميل نغني لعروبتنا الحنوني. هذا مقطع من الزجل الفلسطيني. الله الله الله، سلم تمك شاعرنا
وبنعود للاستوديو. خلينا نرجع لفارس. فارس، يعني هيك سمعت من فلسطين، بركي هذا الموضوع حفز ذاكرتك لقصيدة كتبتها عن فلسطين. أكيد من صغري وأنا متأثر باللي بيحصل وبحبها جدا. هذا بيخلي